ايش يا وردة؟ ايش دول؟ حبيبي شو بخيلتي ولك بعرض اختي مشتاك لك يا زلمة بعرضي مشتاك لك وين رح تسأل ايش خلص الله يانا بعرضي ملتقيين بالفيسبوك هذا الاشارة الزرقاء بتعرفوه؟ عندك فيسبوك؟ فيسبوك هاد بعرض اختي ايش فحل هذا بس صحيح ولك امبارح بنت بنات؟ ايه بنات شو يا ويلي ولك امبارح حملت قد لوحدة بعرض اختي كبلتني بعرضي كبلتني بلا ولا بسوي لها شيء شوف بعرضك شوف بعرضك طلع بعرضك كيف؟ بعرضك كيف؟ ايش هاد؟ بعرضي هاي اخت واحد عندنا بالمدرسة بعرضي بعرضي توين طلع هاد الهبل طلع هاد الهبل دول تعال تعال اخيا تعال تعال كل اخيا تعال تعال حبيبي شو اسمك انت؟ مالك كنت تباحر امبارح؟ لا لا انت لا ما تحكيش ولا انا ما قاعد احكي انت انا قاعد بحكي ولا دير بالك حالك دير بالك حالك دير بالك دير بالك حالك هي مش انا رجعت تمرق من هون هي مش انا مالك خليك مالك دود زيع بنلا بالعمي الصا بعرضي بيجي بخزك مالك دود ابعد 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 هذا اللي شايفينه كل يوم كل يوم شايفينه عايفينه عارفينه طب حمادة احكينا عن اليوم اسمع اسمع عايش واقع بواقع واقع بده يحصد بلا ما يزرع بلا ما يتعب كمالك يركض بلا ما يخشع بلا ما يمرض تعب بلا ما يركض انتهى بلا ما يبدا انتفى بلا ما يصمد ايش مالك شوف كيف عايش لك بالك فضي بالك احلالك حياتك مش دايما تحلالك دير بالك من افلامك غيرك حلمه يكون مكانك اكوالك يتكون باحلامك مش بس تكون بمنامك ظهره جاله لا عنده اشوف مين يكاتف ظهره انكسر وبعده اشوف مين يكاتل شكعله على عرضه هيك بلشت المصاعب طلع ظهر اللي حده اقوى من المضارب احوال الدنيا دايما كانت كابسي زارفي تمثل والعالم عارفي ساكتي كله بميل والاستقامي ميلي قلبي بدون بنزين أجيال اليوم داعسي اليوم بدو جيلنا على هيئة كل ناس ويهمل اليوم لازم جيلنا يوعك يفهم ما سولي يحمل اليوم بدو جيلنا على هيئة كل ناس ويهمل اليوم لازم جيلنا يوعك يفهم ما سولي يحمل انتقال من هالموضوع للصبايا بتحكي بشكل خاص عن الضحايا بتشوف كل يوم انواع الخلق الشمس حمية بس الصبايا اللي بتسلك سالك بدك لايكات لازم تشلحي بدك كومنتات بجسمك وكسمك تفلحي بلشت بقاد قبلت هالشاب وشوي شوي تعودات وبنات هن عادات بعدين بطلب الصورة ويحالها مع الصورة هدفه من اول قادي يشوفها لبسة تنورة ببعتها لولاد والفضيحة بقلبها محفورة ما عرفت انه منها بلها هي المخدورة انكشفت انعرفت والشاب بله كرامي حياتها انخطفت الكل وقعد بايدين حرامي هيكلكو الصب تخلص والبنت بتنحبس بس خلاص ما عاد يطلع مني ولا نفس بس اليوم بدو جيلنا على هيئة كل ناس ويهمل اليوم لازم جيلنا يوعك يفهم ما سولي يحمل اليوم بدو جيلنا على هيئة كل ناس ويهمل اليوم لازم جيلنا يوعك يفهم ما سولي يحمل شوف شوف بصير كل يوم من الكوم مشكلة لحديت النوم بهدلة بعد ترويحة من المدرسة أصله كيد بمحششة وتأخر عالحلي شو أحكي عن مجتمع بتقدم لا وراه لما بالصدفة الشباب وقفة وراه كل مرة خد مني تاكل لك شو ساير بالمدارس بالمدرسة فيها ولا واحد دارس بالمدرسة فيها تعرسة فيها مشكلة فيها مفتلة فيها كتلة عالحلي فيها استنى يا ابن عمي يعني واقف محلي وعد إلك من كلبي لا تشوف مزلي والنتائج البين ضحكت للشاب الفايز والشاب العاجك قالك لأي غوش أنا جاهز بالليل نايم صدق بالحارة عايم حايم فجأة طخ كايم قاعد كلب دارو أبوه بسألوه يابا شو عامل والله يا يابا بحر نعملة عمايل كم يا ابني بلا هبل تعال نصالح المشكلة بأي مشكلة بدنا نصارح والمشاكل كالعادي نفس الحالي نتكتل بلا إفادي هيك وضعنا الحالي وقف مع صاحبتي اطلع على أختي بالمحكمة ما كان قصدي طلعت لحالها من فردي اليوم بدو جيلنا على هيئة كل ناس ويهمل اليوم لازم جيلنا يوعك يفهم ما سولي يحمل اليوم بدو جيلنا على هيئة كل ناس ويهمل اليوم لازم جيلنا يوعك يفهم ما سولي يحمل